لكم البنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا احسن الاحوال وبصحه جيده. وكنقول للاخوان والاخوات كنطلب منكم اللي ما اشترك معايا اللي ما اشتركش معايا في القناه ديالي اشترك وفعل الجرس باش كيوصلكم الجديد. ما تقلوش عليا بلي لايكاتكم وتعليقاتكم، كنتقبلها كيف ما كانت بصدر رحب. وكنقول اليوم فيديو جديد يعني عن جوجل ادسنس، يعني الشرط الثالث اللي في نفس الميدان اليوتيوب، يعني اكيد يعرف الشرط الثالث اللي هو انك تحقق شرط 10 دولار ويوصلك كود ادسنس. انا خواتاتي يعني يوصلني كود ادسنس في ظرف 23 يوم، يعني ملي طلبوا مني اني نصيفط لهم لاكارت ناسيونال في ظرف 23 يوم وصلني. اما يعني اللي كيكون في اوروبا، يعني عندي زميلاتي صحباتي يعني في ظرف اسبوع 10 ايام كانوا توصلوا به. وكما كنقولوا كيف كنسمعنا من جميع القنوات هكا كندخل كنقول كيفيه انهم وصلهم في الطول، يعني كنشوف ديك الطريقه اللي هي ماشي هي ديك يعني صعيبه، انك الشرط الثالث شرط صعب جدا انه ما يمكنش يتحقق الا بشهور او اعوام. وكنقول زعما ماشي حتى لديك الدرجه، انسان يخدم بجد وبصدر رحب وبنيه صافيه وبقلب كبير راه ربي ما يخيبوش. وهكا يعني انا ما كانش عندي الشرط الثالث شرط اللي هو صعيب، بالعكس اكثر من الشرط الثاني والاول اللي كنت يعني انا القناه في اليوتيوب فتحتها غير صدفه. ماشي نقول لكم اني يعني ما باغياش الربح، بالعكس اي واحد يكافح على شي حاجه يخدم عليها راه الا هو باغي ينال منه شي حاجه، بالعكس بغيت حتى انا نربح معاهم. ولكن الشرط الاول والثاني انا اصلا ما كنتش عارفه الطريقه حتى الخدمه، ولا ان ما عندي حتى ادنى فكره على هذا الشيء على العالم الاحمر، ما عندي حتى ادنى فكره الا حتى تواصلت انا مع البنات وعرفت الزملاء والزميلات اللي نصحوني اللي فادوني كنشكرهم من هذا المنبر. صافي بقيت كنخدم على نفس الطريقه. تقريبا استغرقت في الشرط الاول والثاني ضعف ما استغرقت في هذا الشرط الثالث اللي كيقولوا الناس راه صعيب، بالعكس كنقول زعما الا خدمتي ونورتي وكافحتي راه توصل ويوصلك الكود بسهوله. وهكا يعني انا اول مره باش عرفت اني كملت 10 دولار يعني فوت 10 دولار. صافي هكا بعثوا لي بقيت يعني فوت 10 دولار بقيت كنتسنى. واحد النهار كنلقى في الجيميل واحد الميساج انك كيطلبوا منك لاكارت ناسيونال، تصويره لاكارت ناسيونال او البيرمي او الباسبور. انا صورت لهم لاكارت ناسيونال اللي عندي فيها العنوان بالدار، يعني جات عندي للدار ديريكت. صافي غدا ديالهم صورت صوره واضحه، كيطلبوا منك ان تكون الصوره واضحه. غدا ديالو ردوا عليا قالوا لي راه داك الشيء زعما راه وصلني شام مضبوط. صافي وبقيت كنتسنى يعني كل يوم كل يوم، وبكثره ما كنسمع في ديك القنوات انك خصك تسقسي وتبحث راه ما كيجيبوا لك شيء، راه خصك انت تمشي تسقسي. مشيت الاثنين انا الكود وصلني الجمعه، مشيت انا الاثنين يعني اول اسبوع مشيت سقسيت في لابوست. وبما اني يعني مدينه صغيره اللي هي مدينه الحسيمه، يعني كنقول عندنا غير لابوست وحده في الاقليم، كنقول يمكن على هذا الشيء ما عرفتش. ما كيف كنسمع التلف ما تلف انا ما تلفليش، يا بالعكس صلحت الباب الدار. مشيت سقسيت قال ما كاينه حتى حاجه. نهار الجمعه اخر الاسبوع كنلقاه مع الباب، يعني نفس انا عطيت لهم نفس العنوان بالدار، جاني حتى للدار لقيته معلق مع الباب بالدار. صافي طلعتو كنقول لكم يعني فرحه فرحانه لاني كنقول كملت هذا الشرط الثالث اللي كان كيقولوا الناس يعني اصعب شرط، اكيد يعني فرحه لا توصف. وكنشكر جميع الزميلات والزملاء اللي في نفس الميدان اللي كيشجعوني دائما، وكنشكر الناس دائما اللي كيدعموني دائما وكيشجعوني فيما كانوا من كل رجاء اللي كيشجعوني. وهكا يعني كنقول كود ادسنس يعني ساهل تحقق الشرط ديال الانسان، يخدم يعاند يكافح راه ربي ما كيخيب اي واحد خدم قلب كبير وصدر رحب وتعاونوا مع خوتك وخواتاتك في نفس الميدان، يعني ما تبخلش عليهم بشي حاجه اللي تعرفها، بالعكس والانسان ما يحسدش، بالعكس يعاند ويكافح باش يوصل. وهكا هذا هو، نتمنى من الاخوان زعما ان شاء الله ينال الاعجاب ليكم هذا الفيديو. وكما كتعرفوا يعني كل المبتدئين يعني اي شرط كيقول يمكن هذا اصعب شرط، كل شرط كيقول يمكن هذا اصعب شرط. نتمنى ان شاء الله ربي اي واحد ينولو اللي في النيه ديالو، ونتمنى المسيره الموفقه للجميع. ونتمنى ان شاء الله القناه ديالي تعجبكم، يعني قناه بسيطه جدا يعني بوسائل بسيطه جدا كنستخدم في المطبخ ديالي، يعني قناه مره بلوقات قليله هكا بما اني كنت واجد في مدينه صغيره.
وهكا يعني للمطبخ وصفات بسيطة جدا، نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. وهكا هذا هو الكود يعني اللي كنت سناه هادي شحال. وفرحت بزاف ما نكذبش عليكم. وهكا يعني باش كتسمع ديك الهضره بزاف انك تتلاف وتسقسي وهذا، ما عرفتش انا كيف ما كنت واجد في الحسيمه، يعني كنقول يمكن هي مدينه صغيره تمام ما تلف ما والو، العنوان اللي عطيت لهم بالعكس وصلني حتى للباب وصافي. وكنتمنى مسيره موفقه للجميع، وكنقول للاخوان والاخوات اللي في نفس الميدان، الانسان الى دعم اخوه وشجع اخوه يشجعه بقلب كبير، بقلب كبير وبالنيه صافيه، ويتمنى الخير له وللجميع، وما يبخلش عليه حتى بشي حاجه يعرفها بالعكس. وهكا اخوتي اخواتاتي كنشكركم وكنقول لكم ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، وشكرا لكم على المتابعه. ومسيره موفقه للجميع.